إن جوهر دودايف هذا قد عاصر عهد الظلم والاستبداد الستاليني، فبعد ولادته مباشرة في قرية يالخور نفي مع أهله بأمر ستالين حينما هجر الشعب الشيشاني إلى كازاخستان، ورجع مع عائلته بعد السماح لهم بالعودة عام 57 و900 ألف ميلادية إلى غروزني، فعمل كهربائيا ثم درس في معهد تامبوف الحربي العالي وتخرج منه طيارة، وفي سنة 74 و900 ألف ميلادية أكمل أكاديمية الطيران الحربي وعمل إداريا وحربيا، وفي عام 90 و900 ألف ميلادية أصبح قائدا للقاذفات النووية بالاتحاد السوفيتي في ليتوانيا، وقد رفض استخدام هذه القوة ضد المعارضة هناك خلال تلك الفترة. وعندما بدأ الاتحاد السوفيتي بالتفكك عاد إلى غروزني وبدأ عمله السياسي حيث انتخب رئيسا للشيشان. ويرى دودايف أن الشعب الشيشاني لا بد أن يختار بين الحرية أو التعرض لمجزرة على غرار البوسنة والهرسك، لذا فقد كانت استعداداته مبكرة لمقاومة أي تدخل روسي محتمل. نسحق الأوغاد ونستعيد أرضنا وعرضنا مصون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لن نستريح لن نستريح حتى نطيح حتى نطيح. لن نستريح لن نستريح حتى نطيح حتى نطيح. بالكفر والكفار والمجرم الغدار، فإنه قد خاننا وهدم الصرور. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا أمتي حان يوم الجهاد، عودي إلى الله في كل ناد. يا أمتي حان يوم الجهاد، عودي إلى الله في كل ناد. يا أمتي حان يوم الجهاد، عودي إلى الله في كل ناد. يا أمتي حان يوم الجهاد، عودي إلى الله في كل ناد. لسنا لهاب الموت فجلجلي بالصوت وأخبرهم أننا للمصطفى أجناد. شعب تحرر ضحى وكبر كالأسد يزهر. الله أكبر. شئنا الحياة شئنا الحياة في رحاب الله في رحاب الله. شئنا الحياة شئنا الحياة في رحاب الله في رحاب الله. فطهر النفوس ولتخطب الفردوس بقطرة تسيل مسكا في سبيل الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شعب تحرر
أكبر كالمسلم يزهر. الله أكبر شعب تحرك ضحى وكبر كالأسد يزهر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Прося Всевышнего избавиться от очередной трагедии. Я так не согласен, и я прошу народ, что нет на земле силы, ни оружия, ни войск, которые могут победить ток. Это показал Афганистан, самая сильная армия в мире и держава. 10 лет ковырялись. И не сломили этот народ только потому, что там был дух. Вьетнам, Ирак, Сомали. ماذا تغير اليوم في سياسة الامبراطورية الروسية؟ الامر كما هو عليه في طاجكستان وباكو وارمينيا وابخازيا، اضافة الى 600,000 قتلوا خلال 3 سنوات. الايديولوجية الروسية تعتمد على الحديد والنار، وهذا امر لا نوافق عليه. إن الأسلحة والقوة لا يمكن أن تنتصر وحدها، هذا ما أوضحته حروب أفغانستان وغيرها. في هذا العالم يعيش الأقوى والأقوى فقط، والله أكبر. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر إنه الإسلام. الله أكبر إنه الإسلام. الله أكبر إنه الإسلام. فإذا شهيد في المسيرة قد مضى والثأر في أعماقه لم يشتف، لحق الأباة بركبه وتنافسوا والكل حب في الإله له وفي. فإذا شهيد في المسيرة قد مضى والثأر في أعماقه لم يشتف، لحق الأباة بركبه وتنافسوا والكل حب في الإله له وفي. فعلى خطى الأبطال من شهدائنا تمضي المواكب والزحف ونقتفي. فإذا الليالي أظلمت من حولنا كنا الشموس ولم نغب أو نختفي. فعلى خطى الأبطال من شهدائنا تمضي المواكب والزحف ونقتفي. فإذا الليالي أظلمت من حولنا كنا الشموس ولم نغب أو نختفي. كنا الشموس ولم نغب أو نختفي. الله أكبر. إنها الأيام تأتي بما لا تشتهي الأحلام. الله أكبر. إنها الأيام تأتي بما لا تشتهي الأحلام. الله أكبر للجهاد